تنطلق غدا بالعاصمة الإدارية الجديدة الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2024. تعقد تلك الاجتماعات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي. كما تشهد مراسم توزيع جائزة الشيخ عبد اللطيف يوسف الحمد التنموية في الوطن العربي. أعلنت الحكومة تبكير صرف المساندة التصديرية للمستفيدين من المرحلة السابعة لمبادرة السداد النقدي الفوري، تبدأ من يوم 6 يونيو المقبل، ليبدأ سداد 8 مليارات جنيه إضافة إلى الموعدين المعلنين من قبل، وهما 27 يونيو والثامن من أغسطس، وذلك للشركات التي استوفت مستنداتها حتى مشحونات 30 يونيو لعام 2023 وبنفس الضوابط السابقة. وأكدت الحكومة أن إجمالية قيمة دعم الحكومة للمصدرين والذي تم صرفه للشركات المصدرة خلال الأربع سنوات الأخيرة منذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن يبلغ حوالي 55 مليار جنيه للمصدرين بخلاف 8 مليارات جنيه التي سيبدأ صرفها. انخفض معدل التضخم السنوي في بلغاريا إلى متوسط منطقة اليورو بنسبة 2.4% في إبريل الماضي، مما يعزز فرص البلاد في اعتماد اليورو بدءا من عام 2025. وأوضحت وزارة المالية البلغارية أن البلاد قد تستوفي معيار استقرار الأسعار قبل نهاية العام الحالي، مما يتيح لها الانضمام إلى منطقة اليورو، مشيرة إلى أن البلاد ستقدم تقارير إضافية عندما تستوفي هذا المعيار، مؤكدة على الإرادة السياسية القوية لدى سلطات صوفيا للانضمام إلى منطقة اليورو. احتلت فرنسا المرتبة الرابعة عالميا وفقا لمؤشر تنمية السياحة والسفر للعام الحالي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك بعد الولايات المتحدة وإسبانيا واليابان. ويتوقع المنتدى الاقتصادي العالمي أن تتعافى صناعة السياحة العالمية من آثار جائحة كورونا وأن تتجاوز هذا العام المستويات المسجلة قبل الأزمة الصحية.